أخطاء متعددة للقنوت. القنوت هو أحد أجزاء الصلاة المستحبة، وهو ليس بواجب، ولكن ينبغي للمصلي أن يراعي شروط الكمال بالقنوت. الخطأ الأول أنه عندما يقنت ما يرفع يديه حيال الوجه، بل يرفع يديه بهذه الطريقة، أو البعض يرفعها بهذه الطريقة. الأصح أن تكون مضمومة الأصابع حيال الوجه، مفرقة الإبهامين. الخطأ الآخر عندما ينهي القنوت يقوم بمسح الوجه، هذا لم يرد فيه دليل. الخطأ الآخر يقوم بفر المحبس بهذه الطريقة عندما يبدأ بمن بالقنوت، هذا أيضا لم يرد فيه ماذا؟ لم يرد فيه دليل. البعض يصير عنده خطأ آخر، ولكن هذا الخطأ يؤثر على صحة الصلاة. شنو الخطأ؟ أنه ينسى القنوت فيركع. عندما يتذكر، عندما يرفع رأسه من القنوت، هنا أنا أكو استحباب أن يأتي بالقنوت، طبق الاستحباب، أتى بالقنوت، نسى فركع مرة ثانية، فصار عنده ركوعين بالركعة الواحدة، هنا نقول له صلاتك ماذا؟ باطلة. فإذا أتى بالقنوت بعد الركوع لأنه نساء، هنا مباشرة يهوي المن إلى السجود. فإن نسي وأتى بالركوع راح يصير عنده ركوعين وتبطل صلاته. لذلك ينبغي للمصلي أن ينتبه إلى هذه الأمور في القنوت، ويراعي هذه الشروط لكي يكون ماذا؟ قنوته إن شاء الله قنوت متكامل.